السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. المهم الخبر المفرح هذا، يعني المغاربة اللي عالقين خارج أرض الوطن في إسبانيا، في بزاف ديال الدول، سيرتو الناس مثلا اللي مشاو غير، يعني مشاو غير سياحة، مشاو غير زيارة عائلية مثلا، العائلة ديالهم داكشي في برا، بقاو يعني كما تعرفوا مع الوباء اللي كاين دابا حاليا، يعني بقاو حاصرين في اوروبا. مهم هذا خبر مفرح، علاش؟ انه عاد تشوفوا دابا واحد الفيديو، الناس اللي كاين بعدا في اسبانيا في الاراضي المحتله في منيليا وسبته. المهم هذا الفيديو من منيليا تبين خروج ديال واحد جوج ديال الحافلات محمله بالمغاربه اللي بقاو يعني كما تعرفوا بقاو عالقين في المدينتين المحتلتين في مليليا وفي سبته، ويمكن ماشي بعيد يعني جميع المغاربه اللي عالقين في اوروبا كلها ممكن ان شاء الله يعني قبل يعني عيد الفطر ان شاء الله ممكن انهم يدخلوا لارض الوطن ولمعانقه الاحباب والعائله ديالهم. كما تشوفوا الفيديو هذا كنقلته نقلا عن المهم قناه ديال 24، كما تشوفوا ما درتش الصوت. مهم هذه هي الحدود ديال منيليا المحتله مع المغرب، يعني مدينة الناظور هي أول مدينة يعني بعد خروج من مدينة منيليا. المهم هذا هو الخبر اللي جبت لكم، نتمنى نتلقى معكم حلقة أخرى إن شاء الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.